الحقيقه طبعا يمكن دايما لما بنتكلم مع اي طبعا حد من المسؤولين في السودان طبعا الشقيق، سواء لاعبين او سواء نقاد او صحفيين زي حضرتك طبعا كبار، دايما بيجي على بالنا دايما شعبيه نادي الزمالك في السودان. كمان ممثلين قبل كده نجوم سودانيين لعبوا الحقيقه في مصر هنا في الثمانينات وفي اجيال سابقه قبل كده، وكانوا نوروا بشكل مميز. يمكن نذكر كابتن سمير محمد علي، نذكر اسامي كتير جدا، كابتن شطه برضو كان موجود، احد اللاعبين اللي تالقوا برضو في مصر مع كابتن سمير محمد علي، واكتر من لاعب الحقيقه تالقوا في الدوري المصري. عايز تكلمني عن شعبيه نادي الزمالك في السودان والنجوم السودانيين، وكابتن عمر النور طبعا ما اقدرش انساه، كابتن عمر النور كابتننا الكبير. والله واحدة من الأشياء اللي يمكن ربطتني بالعديد من هؤلاء النجوم، ويمكن من الأشياء الغريبة إنه هم كلهم بيقطنوا في نفس الحي اللي أنا فيه، يعني إذا كان عمر النور دلوقتي حاليا أو شطة ومعتمد خويا بردك ليه في الأهلي، وسعيد الدباح اللي هو سعيد خليل لقبته الصحافة المصرية بخليل الدباح، وده على فكرة راح يحترف في ألمانيا وتوفى في ظروف غامضة جدا. يعني هو ده في حسب التوثيق اللاعب الوحيد اللي استطاع هز شباك الأهلي مرتين في مباراة واحدة، سعيد الدباح رجل كان موهوب جدا واستطاع انه يحترف في ألمانيا، بالإضافة إلى عمر النور و كابتن سمير محمد الرشيد علي، المهدية، كابتن سمير محمد علي سمير محمد علي، والصياد كابتن الصياد من نادي المورد السوداني، ومجموعة من النجوم. عندك كابتن عبد كابتن المنعم الصياد، عبد المنعم الصياد وعبد المنعم شطة بردك، و نجوم كثر يعني، قول لعب في المقاولين وحمدته اول هداف اجنبي للدوري المصري كان هداف نادي الترسانه، والغريبه انهم كلهم في نفس الحي اللي انا بختم في مدينه الخرطوم بحر اللي هي الضلع الثالث للعاصمه المثلث السودانيه. فانا قبل فتره زرت مصر ب وزرت نادي الزمالك بدعوه من نادي الزمالك تقريبا، وتحدثت لواحده من القنوات وكانت مفاجأة لما قلت لهم شعبية نادي الزمالك تتعدى 70%، 70% من الجمهور السوداني بيشجع الزمالك، وده شيء منطقي وطبيعي جدا يعني. الزمالك عنده شعبية جارفة جدا في السودان، ده شيء مؤكد يعني. طبعا دي حاجة تسعدنا ما فيش شك.